هاي جايز، شلونكم؟ صباح الخير. هذا الويك اند طبعا انا مسويه هواي فعاليات، فقلت خليني اصور لكم فلوج، اخذكم وياي اشوف لكم شنو بالضبط راح اسوي. اليوم هو السبت، وطبعا انا هسه متوجهه للجيم، اكيد لازم اروح للجيم. حطيت مالتي مو البري ورك اوت، البروتين هنا. اليوم راح اروح بيكنيك، واخيرا الجو حلو. طبعا انا كنت ناوي اصور لكم هذا الفلوج الاسبوع اللي فات، بس يعني ما ادري شنو، هذا الشهر كله بس مطر، ومو مطر عادي يعني عواصف. فالحمد لله هذا الويك اند الجو حلو، بس ما ادري الكاميرا از نوت فوكسينج على برا، which is okay. فرح نسوي بيكنيك. طبعا صديقتي مينا بلشت بزنس جديد هنا بأوتاوا، راح تسوي ايفنتس بلانينج وهيك اشياء، راح اخذكم اليوم حتى اشوف لكم شنو راح نسوي. فام سو اكسايتد للقعده مال اليوم، حتى اقدر اصور لكم، لان حاسه صراحه صار لي زمان ما مسويه يعني فلوجز بأوتاوا، واصلا انا يعني مدى اطلع هاي اخر فتره. باي ذا واي، اللي اول مره يشوف قناتي بليز لا تنسون تحطوا لي لايك وتسوي لي سبسكرايب على ماي شانل، وتفعلون الجرس حتى يوصلكم تنبيه كل ما أنا أنزل فيديو. أنا دا أحاول أوصل 100,000 سبسكرايبر قبل نهاية هاي السنة، so please guys ساعدوني، محتاجة مساعدتكم. أحلى شيء الهدوء يوم السبت. طبعا أكو مدرسة يم بيتنا، يا الله شقد أكره أجي أفوت من نانا بالأوقات اللي مثلا هم عندهم فرصة أو خلصت المدرسة أو بداية المدرسة، لأن يعني مو طبيعيين شقد مزعجين الجهال. اوكي جايز، سويت المكياج مالتي، طبعا خلصت من الجيم ما لحقت اصور لكم لان كله صار ركض ركض ركض، ولبست هذا الفستان. طبعا انا نزلت لكم اياه على الانستغرام وعلى اليوتيوب. باليوتيوب اخر فيديو مال موتيف، ايه اخر واحد والله، يمكن كان اخر او قبل الاخير، نزلت اثنين بنفس الوقت. المهم هو هذا من موتيف، وهسه راح اسوي شعري بالدايسون. طبعا انا صورت لكم فيديو مال دايسون وكنت راح انزله، بس بعدين غيرت رايي وما نزلته. فاذا تريدوني انزل الفيديو قولوا لي، يعني اللي بباله يريد يشتري الدايسون ويريد مثلا رأيي بالدايسون let me know حتى انزل لكم الفيديو. باي ذا واي، اللي اي احد يريد يشوف الميك اب توتوريال، ادري يعني طبعا بهاي الاضاءة المكياج يخزي. هسه اشوف لكم من اطلع برا. بس سويت توتوريال راح انزل لكم اياها على الانستغرام جايز، لانه وايد يسالوني انه يريدون يشوفون فيديوهات اني شلون انا اسوي ماي ميك اب، راح انزل لكم اياها على الانستغرام. فيديو سريع بسيط، ان شاء الله يعجبكم. اوكي ذات ويل دو. نغير الراس، نحط هذا الكيرلي. اوكي، على هاي الجهه نحاوله، شوفوا شلون يروح، لازم تحولوا على كل جهة. شلون راح تسوي هاي الجهة؟ اوه ماي جاد خلصت، بس يعني العرق شو احكي لكم متت حر. سو هسه راح اتوجه للبيكنيك، ليتس جو، لانه انا كلش تاخرت كالعاده. اوكي وصلت للبيكنيك واخيرا، طبعا مبين الكل واصل اكسبت اني متاخره از يوجوال. شوف ايش قد حلو السراب، عاشت ايدك مينا. لا ها ليش هيك واقعه حرامات؟ كلش حلو السراب، شوفوا كلش حلو دا تصورها. شوفوا جايبة هذول الأشياء حتى نلون نرسم. I love the idea والله، إن شاء الله البزنس ينجح ما تجمل البيكنيك والبيرثدي سيرابس. شوف إيش قد حلو الأكل part of the picnic. وطبعا جابت لنا هذول البورد، الكل وحدة كلش حبيت الفكرة مالتها.
سو كيوت والمكان يجنن والجو روعة. يعني صراحة اليوم كلش مناسب للبيكنيك. عشت ايدك مينا. مينا شلون شعورك بأول ايفنت؟ I don't know. You did an amazing job by the way. يعني شغل عدل ومرتب ويجنن. عشت ايدك. So guys راح احط لكم مالت الانستغرام لاي احد يريد يسوي any birthday, picnic event, اي شيء بباله. يعني صراحة شغلها يجنن. بس مو مال يعني جروبات كبيرة. ايش قد اقصى شيء تقدرين تسوين؟ يعني كم شخص؟ I would say يعني if it's a picnic, yeah. the max I would do is maybe 20. اوكي البيكنيك 20. Yeah, but like طيب. It's just like a regular birthday. خلينا نقول 20. ممكن الزايدة 25. I'm working alone, but حبيبتك بداية انتي alone. Yeah. بس ان شاء الله ان شاء الله موفقية. ولأي شخص ساكن بأتوا حابين تغيير، حابين عيد ميلاد تغيير، بيكنيك is the best idea صراحة. حتى تقدرون باي ذا وي تسوون البيكنيك اندور مو إلا بكون اوت دور. لاف ات، ام سو اكسايتد. كم شنو هالشغل العدل؟ شنو هالشغل العدل؟ عاشت ايدك. سو كيوت. كلش حلو. واو، اي لاف ات. Yummy. Auntie. I love it. Auntie. Ash, these. No, thank you. Tahari, do you prefer those ones or the ones in the box? شفت ايش قد حلو البوكس من سويته. It's such a cute idea. I'm so happy والله for you. Thank you. خليها مش مبطل. Attention to details. هذا اختصاص برج الميزان. اوه شوف ايش قد حلو. لك شنو هالشغل هذا؟ وشنو انت؟ طب ما قلتي لي شنو بي هذه؟ ماكرونز. لا بس الفليفر هذه ستروبري. هذه ستروبري. اي لاف ات. اكل اكل مكان. شوفوا هذا الشربة مالتها خيال اللي تسوي. سو جود موهيتو. جو. عندنا هنا بلوجر ثانية. انتي شفتي لي الهارت اللي بالتبولة لو ما شفتي؟ لا. You don't see the heart? There's a heart. وين الهارت؟ اوه. حاطت لنا قلب. لك شنو هاي انتي؟ شوفي ايش قد محضرت لنا اشياء. منيو كامل. شكرا حبيبتي. ثانك يو. خلصت من الهاي وشوفوا جابه سلطات. كلش تونست بالبيكنيك حبيبتي. Yeah, it was nice having you. Thank you so much. وإن شاء الله all the success يا رب. تستاهلي والله. تستاهلي. So, إيه راح أحط لكم مالت الانستغرام الأكونت جوا بالديسكربشن. فميك شور تسوي لها فولو للناس اللي ساكنة بأتوا لأنه إن شاء الله هذا البزنس is gonna boom. It's gonna, yeah, فلحقوا قبل ما الأسعار تزيد. So guys خلصت من البيكنيك. شوفوا وياي منو؟ صار لي زمان ما طالعتها بقناتي وزمان ما طالعين. اي والله يعني هوايه كنا مشغولين واني سافرت. anyways بس هسه اجينا للايطاليان فيستيفال. اليوم طبعا شو اسمه صادين الشارع كله فمحتفلين بالفستيفال الايطالي. طبعا لعبوا وطوبوا وهم فازوا اليوم فيعني عالقه. يا شوفي دا اسمع الاغاني من هنا. اجينا متاخرين لانه مثل ما تدرون كنت بالبيكنيك خلصت بسرعه رجعت بدلت وهسه اجيت لهنا. فيا جينا نشوف الوضع. صار لي زمان ما جاي للايطاليان فيستيفال يعني سنين فقلنا خلينا نجي ونشوف الاجواء اليوم هنا. هذا الشارع الايطالي شوفوا من هناك مبين الوان علمهم. بس حسيت انه خلاص صار هدوء. هناك اكو هناك في بعد ناس نمشي نتمشى لهناك. من 1957. شوفي هاي سو كيوت. شوف الزرقة حبيت الزرقة. It's so cute. ما شفت هذي. لحظة لحظة خل اشوف لكم هذي. اوي تخبل. بس ايش وضع الدول؟ اخترعت. كلش حلوين السيارات. اسمعوا شوفوا هاي السيارة. It's so small. لا لا شوف ايش قدوتها. ما معقوله هاي تكفي 4 اشخاص. ما معقوله. او هاي فيات سو كيوت. هذا
والله انت اكبر منها. مقفولة ما اقدر ادخل. بس سو سمول. او ويل. يلا نكمل برا. ليتس جو بيب. جايبين دي جي. كلش احب الانتيك شوب. حلوين هدول بس صراحه احس تلقيها منفسه بشين على دولارين. اي والله ها بقول لك مبسوطه بالاجواء صراحه عاديه. اي نو كندا بس يلا. شلون يقعد فيها؟ امانه شوف قد ناسيه يعني بالقاع 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 شوف بالقاع كلش ناسيه. بس لحظه ويانا سبحه هل هو عربي الذي يملك هذه السياره؟ لا بس صراحه السوداء احلاهم السوداء. لومات وطبعا هسه لقينا هم سيارات بعد واكثر خلاص اوري لكم اياها. سوري طبعا كمية الإيطاليين اللي هنا أول مرة أشوف عدد إيطالي هالقد بهذا الشارع. شوفوا طبعا غالبيتهم حمراء السيارات. شوفوا هاي هم beautiful beautiful cars. هذا شكله خلاص ده يحرك يريد ياخذ سيارته ويطلع. إنف بس ترى ما حيخلص الباكر الفستيفال. طلعوا يلا باي باي أخذوا سياراتهم وراحوا. جايز الشارع اللي حد هسه ما خلص والله طويل. انا ما عبالي هالقد طويل وبعد بيه. اللي رسمها بالقاع هذا الانستغرام مالته. واو كلش حلو. شوفوا هذه خيال. Okay, now you put this on and I let you do with that one. Good? Mm-hmm. ايش رايكم باظافيري؟ طبعا هذا هو اللي انكسر فقلت لها لا تطولي لي اياه فيعني شكله حرام. بس هاي اللون طبعا اسمه ميتاليك يعني ما احسه واضح اللون. خلصت اظافيري ما ادري هاي شنو وقعت هنا لازم اشيلها. بس اي لاف ات سويت لي اياها هيك ميتاليك which is so cute. هاي جايز عيدكم مبارك ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحه والعافيه والسلامه. اليوم هو يوم الاحد اول يوم العيد و also هو عيد الأب عندنا هنا بكندا. سو اجيت الصبح دا اسوي اظافيري خلصت. هسه عندي هم موعد مساج اقل من ساعة بعد نص ساعة اكشلي. خليني احرك والله انا ما اريد اتاخر. لازم اروح عند صديقتي مينا اشترت لي كم شغلة كنت انا موصيتها عليها لان هي تشتغل بالمحل. ف
فرح أروح أساعدها على البيت أستلم الغراض، وبعدين أروح عندي مساج، مكان حيسوي لي مساج صراحة كلش متحمست له، لأنه رح يكون ديب تشو مساج، وحيحطوني هذول الستونز الحجر الحار. اوه I need it. صار لي زمان ما مسوية مساج، وحاسة انه ظهري محتاج الى مساج. سو خلينا نتوجه الى هناك. هاي جايز، هسا انا رجعت لكم. طبعا هسا خلصت المساج مالتي. يمكن هذا كان احسن مساج اسوي بحياتي كلها. يعني نو لايك لا بس هذا لازم انطيكم المعلومات مالته، لانه طبعا انا يعني شنو انقهرت انه خلص، يعني خلص المساج بسرعة، ردت انه بعد يطول. انا اخذت مال الساعة، واخذت هذا ابو ها اللي انا اخذته هو ديب تيشو مساج ويا هذول البلاك ستونز. او ماي جاد، يعني amazing experience صراحة. وجبت هاي تشوكلت بار. طبعا هالقد ما شفت المكان زين، اليوم هو هم عيد الاب هنا، فقلت شو اسمه مدام عيد الاب خليني اجيب هدية البابا انه يجي هنا ويجرب نفس المساج، بس يمكن اطلب له الاطول من الساعة، لانه صراحة يعني I loved it. يعني هاي ساعة هيجي فاتت بسرعة، بدي اشوف لكم الغراض اللي اشتريتها، بس اخلص هذه اسوي لكم انبوكسنج. خليني اشوف لكم شنو جبت. ما اعرف شنو هذه، هي قالت لي حطت لي شغلات من عندها، واكو شغلات انا موصيتها عليها. That's so cute. اشياء يمكن مال السكين كير. Thank you so much مينا حبيبتي. طبعا انا وصيتها تجيب لي كم شغلات لان هي تشتغل بالمحل هذا، فاني بس داري اشوف لكم شنو جايبه، لان اكو شغلات صراحه يعني عشقي ما اقدر اتخلى عنها، فراح اشوف لكم اياها. فحطت لي هذول الشغلات اجربها، اشياء سكين كير. So cute. I'm in love with this. عشت ايدك. Thank you babe. حبيت الباكس اللي اجا بيه. هذا اللي انا اخذته طبعا كلش غالي مال ديور. عرفتني عليه سافره. طبعا انا كل ما اسوي لها المكياج تجيبه وياها، فمره قالت لي راح خليه عندك جربيه وش اسمه وانطيني رايك. صراحه خيال. اتس لايك موسترايزر، بس يعني اول ما تحطوه على الوجه هيجي يعني الوجه يتنعنش راسا، عبالك راسا يصير بترطيب. كلش حلو، كلش حلو من ديور. جبت هذا البرونزر صراحة أول مرة حجربه. يجي برش مات الفرشة أحسن، ما أعرف أنا بالفرشة مالتهم. بس يراد لي بعد، أنا ما أعرف لأن أوريدي حاطة، فما أعرف إذا مثل ما أنا أريد أو لا، بس بصراحة حلو. جبت برايمر هم من أستيلادر طبعا، والله غراضهم متجنن هذول ترى أستيلادر صراحة. حطيت على الجوجل إنه بست برايمر، طلع لي هذا. لازم I invest بأشياء بعد أحسن وأرقى الماي سكين، لأنه خلاص يعني إحنا دخلنا 30، فيعني لازم صدق نهتم. جبت ماي توب فيفوريت بلاك ايلاينر، هو مال ستيلا، كلش احب مالتهم الايلاينرز يجننون. فاونديشن على طول انا استخدم هذا الفاونديشن صراحه، ببالي اغير بس يراد لي طولة بال وخلق ادور واشوف شنو يرهم البشرتي، بس حاليا هذا كلش ناتشرال، كلش طبيعي، يعني طبيعي كلش ناتشرال كلش طبيعي. هو هذا اللوريال لومي فاونديشن، اختار بالدبليو 4 ناتشرال بيج، لون الناتشرال بيج. سو اخذت اثنين لانه على طول يعني يخلصون من عندي بسرعه. حبوب مال جلو كاني منسيت جوليك مرات اركباتي تاذيني من العب رياضه،
فهاي زينة يعني للجوينز للعضلات وهيك. هذا شنو هذا؟ وخطية هاي هي حاطت لي اياها. اقول انا خلصت شغلات طلبيات. Oh, she put so many gifts. Thank you so much, Mina. I love you. Like, I love you. شوف ايش حطت لي هم. حطت لي كاندل. Oh my god, الريحة. الريحة رهيبة. يمكن حخليها بالسيارة. لا 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 يعني ما انا ما مشغلتها وريحتها عبت المكان. Oh my goodness. Guys, لازم تشوف تشتموها. هاي اسمها. هيك لون. بوجي كاندل. او ماي جاد صدق بوجي حبيبه قلبي والله ما قصرت. جابت لي هاي كلها كريمات وترطيبات. عين هاي كلها مشتريتها اني بفلوسي. هاي مو دعايه او اي شيء لايك ذات. هلو شكلي مو بس يخرب. ليش اني بيضه اليوم؟ تعرفين ايش قد سويت تان؟ مبين؟ لا صدق مبين. لا شوفي شلون سمره هنا. انا ما مبين ابدا بس no. يعني انا سويت هاب. جايز رايحين نوزع كليتشا. خلي باي ذا واي احنا اليوم ثاني يوم العيد فاجيت اشوفها بسرعه. بس شلون عيد؟ ما احكي لكم. بس اول يوم. صدق بس اول يوم. حبي عيد. حبي عيد حبيبتي. انت باي ذا واي ما تدري كليتشا الجو. لا طب خلي اجيبها بنحسه. لا شو وقت اخلص نرجع. اوكي سو لقينا مكان ونعرف احنا من وين المكان يسوي كليتشة عراقية هنا بأوتاوا. طبعا هذا كليتشة عمركم بحياتكم ما ضايقين هالشي شيء. اي والله كليتشة عراقية اصلية. خلي احفظنا شنو فرايحين احنا شنو هسه نسوي؟ نوزع. نوزع نوزع للطلبيات. فراح احط لكم الانستغرام. راح احط لكم الانستغرام اي احد حابب يطلب. ما حد يتواصل وياي. ما اسافر. دايركت على الانستغرام. راح نحط لكم الانستغرام مره ثانيه. اي طلبيات يعني اتصلوا عليهم. وهي سوت منيلو بعد. اي ثينك بعد بس الكليتشه مالتها دمار الكليتشه. انا طبعا طلبت بورقهم. المهم هسه راح تحط منيلو. راح احط لكم الانستغرام مالتها وانتم تواصلوا وياها يا جماعه اوتاوا. اوكي وتورنتو. اي صدق تورنتو بس هي بتورنتو. احد يجيب لنا اياها على اوتاوا. يس راحت الشمس. حرارة اللي ممكن يعني نشوفها مرة بالسنة بالليل. و ايش قد كانت الظهر؟ 27 انا ما طلعت 30 35 صدق؟ يا اني سبحت اني ونوشو بالبول. نو واي انا والله قضيتها كل اندور. ليه ما اخباكي؟ بالشغل. رحتي على الشغل؟ قولي صور. كلو كيف جو معنا؟ الكليتشز everything. الشخص اللي جاب لنا كل هالكليتشة من تورنتو الأخت فاطمة طلبت بورقهم. وخلصنا المحادثة ويا وضاح وعايدنا الجميع. So guys نشوفكم عن قريب بفلوجات وتيك توك مال سافرة واليوتيوب مالتي. Yes. Love you guys.